معنا سيادة السفير أشرف سلطان، برحب بيك سيادة السفير. أهلا يا فندم، مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا بحضرتك. عايزين نتكلم أكتر، هل فعلا نقدر نطمن المرة دي أن لو حدث ما هو مشابه فيه على ما أظن توقعات بأن الفترة القريبة القادمة هيحدث فيها شيء مشابه للأمطار والأعاصير اللي شفناها الفترة اللي فاتت، اليومين اللي فاتوا، واللي فعلا أثارت استياء كبير، ويعني نقدر نقول أن الناس كمان عندها حق لأن كان المنظر صعب شوية. نقدر نطمن المرحلة الجاية مش هنشهد ده؟ أولا إحنا يعني حضرتك أشرت إلى الاجتماع اللي تم اليوم، ايوه وهذا الاجتماع كان بيتناول الموقف بالنسبة لفترة قادمة، وهناك تحذير من هيئة الأرصاد بأنه في هناك طقس سيء اعتبارا من يعني اليوم حتى يوم الخميس 3 مايو على مستوى الجمهورية. تمام. وفي البيان اللي إحنا مجلس الوزراء طلعه الصادر عن مجلس الوزراء، كان هناك بعض المحافظات اللي ذكر انها اكثر عرضه لطقس يعني او اكثر سوءا، يعني محافظات البحر الاحمر، شمال وجنوب سيناء، هنا اسيوط، سوهاج، والسويس. تمام. في ضوء كده هو كان في اكثر من اجراء، طبعا رفع حاله الطوارئ ورفع حاله الاستعداد في كل المحافظات، وخاصه في المحافظات اللي قلنا عليها.